المؤسسة ديالنا مدرسة معاذ بن جبال سيد العامل ديال إقليم جرسيف اللي حضر معنا الافتتاح ديال الموسم الدراسي 2020-2021 في ظل جائحة كوفيد 19. إذا وحضر الإجراءات والتدابير اللي اتخذتها المؤسسة، وقمنا بشرح هذه الإجراءات اللي اعتمدتها المؤسسة في هذا اليوم هذا، كما وضحنا له الأنشطة اللي قمنا بها مع المتعلمين والطرق المعتمدة والبروتوكول الصحي اللي اعتمدته المؤسسة لتدبير السنة الدراسية في ظل جائحة كوفيد 19. إذا استقبلوا المدرسة بواحد الجو فيه الاحتياط، فيه الفرح، فيه الاشتياق، الجو المدرسة، الجو الأصدقاء. إذا كانوا مشتاقين يشوفوا الأساتذة ديالهم، الأصدقاء ديالهم، ولكن دائما حرصنا على أن هذا الحضور يكون باحترام البروتوكول الصحي المعتمد، يعني التباعد، ارتداء الكمامة، وعدم التصافح فيما بينهم. سميتي مريم العالمي، عندي هذا العام 5 ان شاء الله شعبة اداب. صراحة دخلنا، يعني دارونا استقبال بمستجد الوقاية ديال ضروري الوقاية من فيروس كورونا، الكمامة، مواقيم وجميع المستقبلات. صراحة كان كل شيء زوين، أساتذة من الطراز، يعني شي حاجة واعرة، التلاميذ تاعهم مزيانين، صافي. صراحة عن بعد ما كاين، ماشي بحال هي القراية عن بعد، ماشي بحال ملي كتكوميونيكا مع الأستاذ ديالك، ماشي بحال بزاف الحوايج مختلفين. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم رئيس مؤسسة ثانوية الحسن الداخل التأهيلية. نرحب بالطاقم الصحافة الذي استقبلناه في هذه الصبحية، كذلك نرحب بجميع الزوار بالمؤسسة، نرحب كذلك بجميع التلاميذ، وخاصة تلاميذ في هذه الفترة الصباحية، تلاميذ الجلع المشتركة الذين استقبلناهم واستقبلنا كذلك ما قبلهم في يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. إذا المستويات الأخرى، وعملنا جاهدين على توفير البروتوكول الصحي الضروري حفاظا على صحة أبنائنا وعلى سلامتهم، كما كذلك عملنا على إذا القيام بحملة تحسيسية في صفوفهم، سواء على المستوى التربوي أو على المستوى الإداري أو كذلك على المستوى البروتوكول الصحي. ونحن جاهدون إن شاء الله وعاملون إن شاء الله على إنجاح هذا الدخول المدرسي بامتياز، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإخوة ممثلي المنابر الإعلامية بمدينة جرسيف، نرحب بكم ونشكركم على هذه الزيارة وعلى هذه المجهودات ديالكم اللي قصد تنوير الرأي العام اللي كتقوموا بها تنسوما قصد مواكبة الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020-2021 على مستوى المؤسسة الثانوية الإعدادية 11 يناير، يعني بمساعدة الطاقم الإداري والطاقم التربوي، هيئة التدريس وهيئة الإدارة، يعني حاولت افتتحت ابواب هذه المؤسسه انطلاقا من فاتح شتنبير 1/9/2020. وخلال الفتره هذه تم استقبال هيئه الاداره في يوم واحد، يوم 2/9/2020 تم استقبال هيئه التدريس، وفي نفس الوقت كان نستقبلوا التلميذات والتلاميذ اللي احنا للمؤسسه انها قامت بعمليه افتتاح عمليه تسجيل للموسم الدراسي 2020-2021. وكما هو معلوم، يعني هذه الفتره هذه 2020-2021 هذا الموسم الدراسي هذا، يعني في ظل هذه الجائحه، وحاولت المؤسسة يعني بخلال المجهودات المختلفة ديال جمعية الآباء وولياء التلاميذ والهيئة التدريس وهيئة الإدارة والخلية ديال اليقظة التي تم إنشاؤها على صعيد المؤسسة، قصد يعني مساعدة يعني التلميذات والتلاميذ والأساتذة وعموم المؤسسة، قصد توفير الإجراءات الاحترازية لضمان تمدرس عام وشامل لمختلف التلاميذ في ظروف آمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في مؤسسة الإعدادية 11 يناير مديرية إقليمية جرسيف. الحمد لله الدخول المدرسي تم بأمور عادية طبقا للبروتوكول الصحي، تم اعتماد الأفواج الحمد لله، التعاون مع الشركاء يعني جمعية الآباء، أنا أستاذ مادة التكنولوجيا في المؤسسة وعضو جمعية الآباء، الحمد لله دازت الأمور طبقا للبروتوكول الصحي وكل شيء على ما يرام الحمد لله. مطلوب من الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الامور الى كما كانت عليه.